سنة ال 64 هو رجع على لبنان، أنت كان عمرك بوقتها 8 سنين، قد إيه كان يهتم فيك بالرغم من انشغالاته بشغله بفنه؟ يعني بالنسبة لعائله مثل ما قلت لك إنه كنت ابن وخي صغير وإلى آخره، ف يعني كنت دلوعه، فلدرجة مرة إنه في كان محل كبير للألعاب اسمه أيسر عامر، هو أكبر محل للألعاب كان بلبنان يعني قبل الحرب الأهلية. أوكي. فأخذني لعنده وعم بيقول لي نقي اللي بدك إياه، فأنا نقيت سيارة صغيرة، سيارة بتمشي، كانت سيارة على البطارية وبتمشي. وقت أمي اللي اعترضت انه لا شو بدك نروحه يعني، فاخذت بسكليت، فكان اللي بدي اياه يعني بالنسبه له مش لدرجه الدلع، ولكن شغله اللي عبر فيها عن يعني عن عاطفته وعن حبه لالي. بدي اسالك عن الملاهي والمطاعم، يعني كان المعتاد انه نشوف فنان يغني بالملهى والمطعم، كيف نقل محمد جمال هيدا الموضوع للشام؟ هو بلش هون سنة السبعين بمطعم كان اسمه شاغور حمانة، وهن اللي بلشوا هيدا النموذج. قبل كان المطعم مطعم ومطرح الغنى وغيره، إيذر نايت كلاب ولا حفلات تكون بمسارح. أوكي. فهيدا المطعم شاغور حمانة بلش بهالنموذج هيدا اللي بيكون مطعم بيجي فنان، وجمال بلش معه. لما بلشت الحرب الأهلية انعرض عليه شغل بمطعم القصر، وراح هو لهونيك، وكان أول مرة عم بيصير هذا النموذج ينتقل من لبنان لسوريا، وهذا النموذج أطلق كتير فنانين وكتير مواهب، خاصة كان وقتها بلش استوديو الفن وبلش يطلع منه يعني فنانين، فكلياتهم رجعوا مشيوا بهذا النمط، وصار هو النمط السائد، مطعم فنان أو وصلتين ثلاثة، وهيدا النموذج انتشر حتى بالعالم العربي كلياته، بس اللي بلشوا ناسي أسمائهم الحقيقة، بس هن أخين شاغور حمانة، يعني ما بعرف إذا حدا بيعرفهم، لأنه فعلا بلشوا نموذج انتشر بالعالم كله.